والله ما كان الدنيا والآخرة. ماشي الأمور. شن يوم تبتوا؟ مازال بعد رمضان. شن جي تفطر معي اليوم؟ اليوم بيروح نفطر معي اليوم كان من الأول أو سوي حساب واحد ثاني. بارك الله فيكم وان شاء الله في ميزان حسنات. شنو ما فيش اخبار جديده عن الدستور اللي مستخدم المؤتمر الوطني وقالوا يصير الدستور المفروض واحد يعرف شو ديه وشن عليه ويحفظ حقوقه. حقوق شنو ايش دخل حقوق الانسان في الدستور؟ الدستور بين الحكم دائره الحكومه هي. ما نعرف عليه شيء الدستور هو ثابت ولا يتغير؟ لا لحسب علمي انما يتغير ما علاش اسمه دستور. نبي فكونا من السياسه الدستور جاي بغير جو حكايه السيام. كيف معقول هيك ثقافتنا محدوده ما نعرفوش شنو هو الدستور وشنو مضمونه وكيف حتى احنا نساهموا في اعداده ولا لا صح كلامك مزبوط. شنو نتلاقوا في القهوه بعتالي بعد التراويح؟ خلاص نتلاقوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا جد اليوم؟ الحمد لله، شلون حالك انت؟ كويس؟ بقى الحمد لله. وين عبد الله؟ والله كلمت اليوم فاطر عند محمد توضى يجي يفطر معنا. بارك الله فيك. جدي نبي نسالك على الدستور، انت كنت حاضر زمان كذا تعرف عليه حاجات. اي نعرف. شو تبي تعرف عليه الدستور؟ نبي نعرف انا شنو هو الدستور. الدستور هي كلمة فارسية معناها القاعدة. هو القانون الأعلى يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة. ونظام الحكم ونوع الحكومة. بكيف يا جدي؟ زيد وضح لي. كل دولة عندها أركان أساسية هما الأقليم والشعب والسيادة. تخيل أنك تبني حوش وتخلي الدستور هو القاعدة، منها يطلعوا الأعمدة والأساسات وهم نظام الحكم والعلاقة بين السلطات والحقوق والحريات. وبعدها ندير الصقاف هو سيادة الدولة وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتكون المظلة اللي بتحمينا. الناس اللي بيسكنوا الحوش هم الشعب. شفت هذا كله أساس الدستور. فهمت يا ولدي توا؟ فهمت يا جدي وربي يخليك لينا. دل المغرب شكلها ريد دل. صح فطوركم يا ولاد. سلمى تعرف من بكري مشيت لجدي وعدزت عليه على الدستور ومن ضمن اولويات الدستور ان الدستور يبقى يغير زي ما هو ما يتغيرش كبكت 200 قائد حتى 300 لكن شو بتدير هذه القاعده هيك يما. السلام عليكم. شباب شو الاخبار؟ شو الامور؟ نبي ما تقوليش قاعدين في مؤتمر وطني وسياسه ودستور قاعدين تقلبون على اولمبيات لندن شويه خير؟ خيرك انت معقد الامور. هاي ثقافه عامه ومنوش بلد نعرفها ونساهموا في نشرها. يا معاويه ما تقنعنيش بكلامك، هذا جدك يا مد زمان ماشي يمشي توا. انت معقوله بتفهمني ان الدستور بيسري على الجميع حتى على الرئيس؟ ممكن نقلب على بعضنا احنا. ايوه عبد الحكيم تمام الحمد لله. جبالك لما انا اي تمام اي شويه نوصل لك مسافه الطريق اي ماشي اوكي. معلش يا شباب نوصل مشوار ونجي ما تطلش ان شاء الله كفى الله خلاص انت غير جاهز الورقه قلت لك عليه ونتلاقوا في المحكمه الصبح ان شاء الله. ماشي اسماعيل ماشي سلام. أقصي كيف الحال؟ مرحبا. شو الأخبار؟ شو الأخبار تمام؟ الحمد لله تمام. شو الأمور؟ الحمد لله. شو الأخبار العوالي؟ تمام 100%. هذه الأمانة اللي وصلتني عليها. وصلت. خير جوك معكر، حس فيك تقول في عركة ونتكلم فيك بكري. لا يا مش عركة، يا حلقة نقاش احنا وأصدقائي على الدستور، شنو الدستور وشو مضمونه؟ معاوية سأل جدة وقال له أن الدستور هو القاعدة في الدولة ويتكون من مجموعة من الأساسيات. كلامه مزبوط، وأنا بخبرتي كمحامي وأنا وزملائي دايرين مشروع دراسة على الدستور، أيد كلام جد معاوية. شوف عناصر الدولة هي الشعب والإقليم والسياد وأنواع أنظمة الحكم فيه رئاسي وشبه رئاسي وبرلمان والسلطات الثلاثة اللي هي سلطة تشريعية البرلمان وسلطة تنفيذية للحكومة والسلطة القضائية للقضاء. في أكثر من طريقة شرعية للديمقراطية. إحنا المفروض في ليبيا نختار من اللي يتماشى معنا ومع مجتمعنا وأهم حاجة نؤمنوا بها ونشاركوا فيها. من ضمن مواد الدستور حقوق الإنسان حقوق الأقليات حرية التعبير وهذا اللي حيضمنه لنا الدستور الجديد. عندك طبعاً دستور أنواع، دستور جامد اللي ما تغيرش فيه المواد يعني دستور ثابت. في دستور مرن هو يتغير فيه بعض المواد
والأفضل إنه يكون جامد من جهة ومرن من جهة، يعني تعدل فيه مواد ومواد تقعد ثابت. والمفروض إنكم توعوا الناس بالكلام هذا وتعرفوا به، والمعلومة انقلها صح ما تخليهاش توقف عندك، وديما تأكد من مصدر المعلومة اللي بتاخذها، ومع عمرك تقول حاجة أنت مش متأكد منها لين تشاور دوي الاختصاص. شكرا لك وبارك الله فيك عمك. مفيش حاجة. السلام عليكم. السلام. طلت عليك عطيني شويه. معلش تعرف يا معاويه كلامك كله طلع مظبوط، حتى نائب الحكيم اكد لي كلام من جدك، والان تو فهمت معنى الدستور وش اللي لينا وش اللي علينا. زي ما يقول المثل يا اولاد، اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه، ولازم نساهم في عمليه التوعيه، وبلادنا الوقت هذا محتاجتنا ولازم نوقف معها. عندك الحق.